السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدنا مع موضوع الـ Fundamental Variable Definition, Initialization and Assignment. في سؤال, وين حنعرف الـ Variables, أو أين حيكون مكان الـ Variable في الـ C++؟ طبعاً جتني كثير من رسائل أنه أنا طولت الدورة وعملتها جدا طويلة, وفي ناس ما عندها رغبة تكمل. شوف عزيزي المشاهد, اولا هذه الدورة احنا وعدنا, لاحظ وعدنا, انا دائما اوعد ما اخلف بوعدي. وعدتكم انه راح اعمل C++ from zero to master, يعني متكون انت صفر كل شيء ما بتعرف تحول الى ماستر بشهادة ماستر. ما بنرضى حتى لك شهادة بكالوريوس, ماستر حتكون في السي بلس بلس. فبليز الناس اللي بدها دورات خفيفة دقيقة ثانية ثانيتين, ممكن تلاقيها كثير بالانترنت موجودة, وعمرها ما نفعت, ليس الكل, عمرها ما نفعت احد, لانه في كثير من الناس جوي اصلا من سي بلس بلس يتابعون الدورة, بمعنى انه ما فادتهم باي شيء. فخليك ريلاكس, هذه الدورة صح طويلة, صح كثير بها كلام, لكن حتفيدك جدا, حتفيدك كمبرمج أولا, وحتحولك إلى مطور ثانيا. فأنت ما معقولة أخذ وقتك, أوكي, أخذ وقتك وبالأخير الدورة تطلع كمان. يعني إحنا نريد ننتج ناس تعرف تفهم هيدا اللغة, ومنجاوبك على كل الأسئلة اللي موجودة, وأغلب الأسئلة اللي بيفكر بها المبرمجين. نرجع لموضوعنا, أين يكون مكان التعريف الـ variable في C++؟ بالنسبة للـ C compilers القديمة, كان بيجبر المستخدم أنه يقوم بتعريف كل الـ variables بالـ function أول شيء, يعني في البداية. يعني كان دائما تجبرك الـ C++ أنك تعرف الـ function في بداية تعرف الـ variables في بداية الـ function. يعني لما بتتعامل مع الـ function لازم يكون في البداية الـ variable, لازم. هذا بالنسبة لي الـ C compilers القديمة. أوكي, خلونا نعمل واحد آخر, C++ صاد عربي, C++ 10, احنا وصلنا للعشرة, نضغط أوكي. نعمل هذا ديليت, اوكي, ذاتس ات. خلونا نشوف شو اللي راح نستطيع انه نعمله. لو جينا عملنا فور اكزامبل, احنا في الانت مين, هلا في هون احنا عدنا الانت مين, دائما احنا اذا بدنا variable نعرفها لازم نعرفها خار, يعني اول شيء في الفانكشن لازم يتعرف الانت مين هو فانكشن, لازم يتعرف انه في البدايه. يعني انه تذكر انت اكس فارزه منقطه, انت واي فارز منقطة, وهكذا. اوكي, كل الـ variables لازم تكون في البداية, لازم. اوكي, بعد ذلك كانت بتجي معها شو, كانت تجي معها الكود. اوكي, فانت في هون انت عندك cout use namespace std, اوكي, ما عندنا مشكلة بيها. cout مثلا هنا نذكر enter a number, جميل, وبعد هيك كنا ما نحتاج للانت, اوكي, وما بنحتاج لهيدا الكومنت, جميل. كنا بشو بنعمل, طبعا هذا ايضا زيادة, اوكي, لما بدنا انتر معناته سي ان مش سي اوت, صح, خليكم مفتكرين هذا الشيء. فلتكن مثلا فور اكزامبل اكس, بدنا القيمة الاكس نفسها, نعملها كنترول الت داون للاسفل, الارو السهم الاسفل, بنعمل اليمين للواي. إذا enter number x, enter number y مثلا. بعد هيك احنا راح نعمل cout, ناخذ هذا copy بنعمله على cout, بنعمله مثلا div تقسيم مثلا, بنعمل التقسيم, وبهيك حالة بنحتاج أيضا بنعمل out لمين, هذا n out لمين لل x تقسيم y, جميل. بعد هيك بنعمل end line, that's it.
إذا بهذا الستايل كن إحنا نلاحظ إنه الـ C++ compilers ما بيحتاج كل الـ variables بجديد 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 إنه الستايل هلا في C++ compilers ما بيحتاج من عندك أو ما بيطلب من عندك إنه تعرف كل الـ variables في top of function في البداية. أوكي C++ style بيعرف الـ variable ك خلينا نقول close to the first use okay of that variable انه تكون اقرب لاستخدامك. انه انت مش شرط ان تعرف كل الـ variables. في السابق كان لازم كل الـ variables تعرفها سواء انت كنت بتحتاجها بعدها او لا. هلا C++ اصبح مرح اكثر, اصبح انه يسمح لك انه انت تعرف الـ variable على اساس احتياجك لإلا. اوكي مثلا انا احتاجتها هون, اوكي اعرفها هون, ما بيحتاج انه تعرفها في البداية. جميل. اذا كيف حيكون الفكرة لو استنسخنا هذا المين مرة اخرى؟ هذا عملنا له كوبي كنترول الت للاسفل, هيعمل لك واحد جديد انتر. هذا كله نستطيع انه لحد هون نعمل له كنترول سلاش حتى يكون كومنت, بيكون انت عندك انت جديد فريش. ف شو اللي يسمح لك بها سي بلس بلس؟ انه انت ما بتحتاج انه تعرف الاكس هون, انت ممكن تعرف الاكس هون. حلو, لاحظ ما طلع لي اي ايرور. اذا انا امتى احتاج الفاريبل ممكن اعرفها بعد هيك, بس اكيد قبل الاستخدام. يعني انت اليوم ما يصير تعرف الانت اكس في الاسفل. حلو, انت الانت اكس حاول تخليها قبل استخدامك لإلا, يعني مش شرط انه انت تعرفها في البدايات. القديمة كان يتطلب, الجديد ما يتطلب هذا الشيء. يعني يقول لك اوكي انت بتستخدمها فقط هون, اوكي اذا عرفها قبلها حتى تستخدمها, that's it. اوكي فاذا هون انت بشو بتعمل الاكس حيكون بالنكست لاين بيطلب من عندك هذا الرقم, صح؟ فاذا انت بتعرفها هون لانه حيتطلب من عندك تعريفها بالنكست لاين, فحيكون هذا القصد بها الـ close to its first as possible. هاي هي الفكرة اللي احنا ذكرناها. هون احنا بنستخدم الـ x, احنا بنستخدم الـ x الـ init y كذلك. يعني init y ايضا ممكن انت تعمل له هون cut delete delete delete, خلونا نمسح هذا الشيء. اوكي ولاحظ هنا الـ y حنضعها هون. حلو, بهذا الشكل انت ما عندك اي مشكلة, ما تحتاج الى الـ Y انه يتعرف في البداية, انت بتحتاج الـ Y هون. اذا انت تعرفها في هذا السطر في 26 بتعمل سي اوت ريتيرن, ذاتس ات. اذا هذا جميل جدا انه احنا نعرف الادفانتج اللي ينضاف في الـ C++. الـ variables اللي تتعرف هي بتحتاجها فقط في الـ يعني لما بتيجي تعرف الـ variable حتحتاج انه تعرف الـ variable في الاماكن اللي بتحتاج انت استخدامها. جميل, يعني ما يحتاج في البداية أنت تقعد تفكر في السابق في الأولد كومبايل, تقعد تفكر أوكي أنا أعرف كم واحد, أنا أعرف 10 variable, أوكي ممكن أنا أحتاج 11, ممكن أنا أحتاج 3, ممكن أنا أحتاج 5. إذا أنت هلأ عندك شيء جميل أنه C++ بيسمح لك أنه أنت تعرف الـ variable حسب اللي أنت تريده, ما بيحتاج أنه أنت تعملها في الـ top of function في بداية الـ function. That's it, وهذا الفكرة انه من عنده. الشغلة الثانية انه انت لما بتجي تعرف الفاريبل بتعرفها فقط في المكان اللي انت تحتاجها, ما بتحتاج انه تعملها من البداية. الفاريبل ما بيعمل اي افكت للسابق. يعني هون انت بالواي ما له اي تأثير في هذه الكودات, ما له اي تأثير. هذا شيء جيد انه حيكون الكود فقط محصور بعد الانت واي. اوكي اخر شيء فاينالي حيقمل لك reduce, تقليل من ال confuse, التشويش انه انت في عندك variable ما عملت initialize او في عندك variable عملت initialize وهي اصلا ما محتاجها, فانت ممكن تعمل define الى immediately لحظيا وبتعمل له initialize حسب استخدامك الى. اوكي فعرف قاعدة, عرف الvariables حسب احتياجك الى, وحاول يكون الvariables قريب من الستيتمنت اللي انت حتشتغل عليها بعد ذلك. اوكي خلونا نوقف هون, كمل وياكم الدرس القادم, مع السلامة.